حضرتك؟ الحمد لله بخير. انا كنت عايزه اسال، لاني والدي الحمد لله يعني كويس مبسوط، وانا واخواتي يعني يعتبر ظروفنا على قدها. تمام. فهو قال لنا ان هو خرج لنا الزكاة، فده ينفع ولا لا؟ انتوا بتشتغلوا؟ في نقطه كمان، انتوا بتشتغلوا؟ في نقطه كمان، انا وجوزي بنشتغل بس قاعدين بايجار، وحوالي الايجار كله بيصرف 1100، ويا دوبك بكفي مصاريف ولادي. تمام. فهو قال لنا انا طلعت لكم الزكاة علينا احنا وولادي يعني، تمام. فده ينفع ولا ايه؟ لا، لازم الزوج يخرجها عنك وعن نفسه وعن اولادك. اصلا يعني ممكن يطلع مبالغ مش هي اصلا مش قيمتها مش كبير، مش دول 8 جنيه عن كل فرد. يعني الحد الادنى لها 8 جنيه، زوجها مش قادر يطلع 8 جنيه عنها وعن اولاده، مسألة مش صعبة يعني. انتي معانا يا مدام دينا ولا قفلتي؟ قفلت. طيب تمام. طيب نطلع لمين الزكاة؟ طلع الفقراء محتاجين، لأن سيدنا النبي قال يغنوهم ذل السؤال في يوم العيد، فلازم نخليهم ما يسألوش يوم العيد، فندور عليهم فين ونديهم. مش الجماعة اللي واقفين طوابير في الشوارع، ولا الكناسين المسكين ماشات واقفين في ولا اللي بيجروا يخبطوا على البيوت. أبد، بنشوف المحتاجين محتاجين فعلا ونديهم زكاة الفطر. هناك أناس يستحون أن يسألوا، وهؤلاء هم الذين نبحث عنهم ثم نعطيهم إن شاء الله. ينفع أنها تطلع لأي جهات؟ لا، زكاة الفطر دي صدقات الفطر معمولة للفقراء الغلابة للمساكين، وبالتالي بنديها للمستحقين لها. في ناس بتاخد ناخد زكاة فطر، لما زكاة الفطر بيعملوا بيها ايه؟ لازم نعرف، هيأكل بيها ناس، هيكسي بيها ناس، هيدفعها لناس فقراء ومساكين، ولا هياخدها يحطها معرفش ببناء مسجد، ولا بناء معرفش ايه، ولا بناء ايه. ما ينفعش، لازم تصرف الى المستحقين لها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب لا يعني سؤال في الكنترولة، ولو حد حط الفلوس في مسجد، يعني في بعض الزكاة المساجد بيبقوا عاملين صندوق الزكاة عموما، سواء كانت صدقة الفطر او زكاة المال، للانسان وليس للبنيان. الزكاة معمولة للإنسان، تخرجوا من ضائقته، واحد مش لاقي، واحد غلبان، واحد عليه دين مش قادر يدفعه، هيعمل عملية مش قادر على تكاليفها، ده اللي ندفع له الزكاة. إنما الجامع، أولا سيدنا النبي أباح لنا أن نصلي في الخلاء، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فاحنا مش محتاجين، وعندنا المساجد الحمد لله كثيره جدا. بقى في بعض المساجد يا فضيله الشيخ بيبقوا حاطين صندوق في المسجد ومكتوب عليه لزكاه الفطر، هم بيلموا فلوس وبيبقوا عارفين بيودوها فين، يعني بيبقوا عارفين ان فلان محتاج وفلان محتاج، فبيجمعوا بيوزعوا ده. اذا كان يوزع على الفقراء والمحتاجين لا ضير ولا حرج ولا باس، انما هي على كل الرؤوس في الحياه، حتى قال الفقهاء يخرجها الفقراء بعضهم لبعض. يعني اثنين فقراء يتفقوا مع بعض، انا هدي لك زكاتي وانت تديني زكاتك، وعشان ما يبقاش حد اضير، وفي الوقت نفسه يبقى المجتمع كله خرج الزكاه.